السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم مقطع جديد بين سبت أحمد أبو الرب. اللي بيعرف أحمد أبو الرب يحط لايك، واللي بيعرف أحمد أبو الرب يحط لايك، وراح نشوف المقاطع وليش سبت على أحمد أبو الرب وليش وأخوها وأحمد الرب ليش غلط على أخوه. ما غلط، عمل عليه ردة فعل بس على مقاطع هم زعلوا. المهم قبل ما نبلش في المقطع، حط لايك واشتراك، حط لايك واشتراك، حط لايك واشتراك، وعلق وفعل الجرس يا ريت قبل ما نخش الفيديو. يلا شوف الفيديو هذا. بتعرف انه انا عم بحاول اتغير، وبتعرف انه انا عندي حبيبه. بتعرف انه انا بحاول اتغير؟ لا ما بعرف. هو احمد ابو الرب ليش سوى علي رد فعل؟ لان الشبه ضحكته غريبه، ضحكته زي ضحكه النسوان البنات. راح اوريكم كيف بيضحك. هو الشاب سوى رد فعل على احمد ابو الرب، واللي بيسوي رد فعل على احمد الرب، احمد ابو الرب راح يهبد اكيد، راح يهبد هبد، راح يجيب اخره. وشوفوا اللقطة هذه، شو هالشعره؟ زي ما شفتوا كيف بيضحك، مش عارف ضحكه غريب. ابو الرب وين في شباب بيضحكوا زي النسوان؟ لا حط اكس على هذا الغلطه، في شباب متحولين زي النسوان، اما مش كلهم زي النسوان. روح انا قلع ولا صحاب ولا والله حضرني محترمكم انت الاثنين. بس دقيقه، ليش احمد ابو الرب؟ ايش مالك احمد نشيط؟ جيب له كرتونتين حطهم عند راسك، حط من تحت المخده احسن لك. انا متاكد انه شفت كل فيديوهاتي. لا ما شفت كل فيدياتك، ليش اشوفهم؟ عندي اشياء ثانيه في حياتي اعملها. خلي العالم يرجع يتمر يتنمروا عليك مسكين جنيس. هو الشاب ما حكى احمد ابو الرب شيء بالعاطل، حكى شعارات احمد ابو الرب حلوين وقعد. وحتى الفيديو اللي عملته عليك ما حكت عنك بالعاطل، لا تحط الفيديو تبعولي حجه كلمات فتوياتك المتنمره. يا سيدي انا متنمر وانا حقير، انت ليش رجعت تابعتني؟ ليش تتابع واحد متنمر؟ ابو الرب جابه من الاخر، انا متنمر وانا حقير، ليش تتابع؟ ليش تتابع يعني؟ متنمر وحقير لا تتابع، سوي لي اكس على طول، ولا تضحك زي النسوان. خليك رجل. وانا متاكد انه انت بتعرف انه انا عم بحاول اتغير، بس طلعت وحكيت عني وعطيت صوره مو حلوه عني قدام كل العالم. حرام، احمد ابو الرب حط الشاب موقف صوره مش حلوه قدام كل العالم، ما تستاهل انت، عدى ضحكتك شويه، ضحكتك ظبطها شويه وما حد يحكي عليك. الحين شباب اقول لكم ليش احمد ابو الرب سوى عليه رده فعله ومش عارف هبده، عشان نشوف الانسان اللي ودي يتغير ايش بيسوي. مو يستاهل يعني الهبد هذا. دقيقة اوريكم توك توك قصيرة لي. انتي سخيفة، سخيفة وهزت لبنان كله. يخرب بيتك شو انك يعني زلمة محصن. شباب انتوا عارفين ليش هو يرد على احمد ابو الرب؟ عشان لو احمد ابو الرب رد عليه واعطاه وجه راح ينشهر، فهمتوا كيف؟ راح ينشهر على ظهر احمد ابو الرب. فشوف احمد ابو الرب ايش بقول له. وبعدين هو اصلا كل هذا رد تبعه عامله عشان ارد عليه ويجي شهرة. مش حرد. شوفوا كيف اخت الشاب شوفوا كيف تهاجم احمد ابو الرب، ثبت علي سبسبه على كيفه. خلونا نشوف مع بعض فيديو ابو الرب البلا اخلاق يلي عملوا عن فيلمر، بلا اخلاق يلي عملوا عن فيلمر. ولكل اللي ما بيعرفني فانا اخته لفيلمر. يا هلا والله، فرصه سعيده. شكل احمد ابو الرب كرش على البنت. احمد ابو الرب سيبك من البنت احسن لك. بصير عنده كم متابع، بينسى اصله وبينسى هو كيف بلش. خلونا نشوف كيف بلش ابو الرب. والله قوية هذه، قوية. بس ايش في يعني لسه اصله كيف بلش؟ يعني ايش فيه؟ كل واحد بدايته في اليوتيوب بيتمرمط، يعني انا الحين في اول بدايتي في اليوتيوب قسما بالله بتمرمط، يعني كل برامج مونتاج زي الزفت، تصوير مش عارف ايش، كل يعني يا دوب بتطلع مقطع حلو. سوري مغناطيس نساء، طلعت بشكلك بالمراية. تنمر، او ماي جاد تنمر. مغناطيس نساء سوري، لا طلعتك تنمر. ابو الرب تلاقي راسه صار احمر، مسحبت البندوره راسه صار احمر تلاقي بعد. طبعا ما بدنا ننسى انه فيلمر عم يحاول انه يتغير، وكثير من المشاهير واقفين معه. جايز للمعلومات انا ما بعرفه لابو الرب. فيلمر اخو البنت عاوز يتغير، بده يتغير، طب يتغير مع نفسه ايش نسوي؟ والحين شباب وصلنا لنهايه الفيديو، لا تنسى لايك واشتراك وفعل الجرس وتعليق حلو مثلك. والله هذا المقطع راح يشقني شق بالمونتاج، ظل قصقص، ظل اقصقص في نص ساعه ولا ساعه ولا ظل ساعه وانا بنتج فيه. ولا تنسوا الاشتراك ويلا سلام. لاي